دي رابع دعوة من نوعها علشان بنيامين نتنياهو ياخد بعضه ويروح يقول كلمة قدام الكونجرس الأمريكي. السؤال اللي بيطرح نفسه، نتنياهو هيروح يكلم الكونجرس الأمريكي هيقول إيه؟ يعني بأي لغة سوف يتحدث؟ أنا مش بتكلم على هيكلم عبري ولا إنجليزي، أنا بتكلم على بأي لغة سوف يتحدث. هي لغة الرجل المستعد لقبول السلام أو لقبول المبادرة أو لقبول التهدئة أو لقبول الهدنة، ولا هيبقى صاحب لغة الرجل الصلف العدواني المتطرف وهيبدأ يستخدم نفس التعبيرات بتاعة فتحستان وحماسستان وعلي أن أقضي على حماس وأن أحرر الرهائن والمحتجزين والأسرى ولن أعود إلي الداخل إلا وأنا معي حماس في جهة مقضيا عليها والأسرى في يدي جيدين الحمد لله وبصحة ممتازة. ايه اللغه اللي هيتكلمها بنيامين نتنياهو قدام الكونجرس؟ من نيويورك معانا الاستاذ عمرو جوهر الصحفي والمحلل السياسي، اهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا استاذ يوسف، انا موجود في العاصمه الامريكيه واشنطن. انت موجود في واشنطن، يا بختك، احلى من نيويورك 30 مره بصراحه. انا احب واشنطن اكتر من نيويورك. خلاص ليك عندنا زياره طبعا. ده انا اتشرف ان انا اجي واقابلك، ده يبقى شيء رائع بالنسبه لي. استاذ عمرو، يمكن خليني هسال نفس السؤال اللي كنت بطرحه، تتوقع باي لغه سوف يتحدث نتنياهو؟ وايضا تتوقع باي طريقه سوف يستقبل الكونجرس الامريكي كلمه هذا الرجل؟ طيب، هو ده سؤال مهم جدا وهيلخص الموضوع. الإجابة الحقيقة يعني في بيان خرج عن مكتب نتنياهو بيقول إن الراجل مبسوط جدا إن الكونجرس دعاه، وبيؤكد إنه دي فرصة بالنسبة له إنه يشرح للعالم عن الذين يريدون قتل وتشريد الشعب الإسرائيلي. فهو واخد في زيارته للكونجرس الصيغة الدفاعية الهجومية على أعداء إسرائيل. يعني رايح بنفس الروح العدائية كما هو بنسبة 100%. طبعا احنا ناخد في الاعتبار ان الكونجرس الامريكي هو الملعب الحقيقي لللوبي اليهودي والصهيوني طبعا والاسرائيلي في امريكا، مع اخذا في الاعتبار انه في خلاف يعني بين الرئيس الامريكي جو بايدن وبين بنيامين نتنياهو، لانه حتى هذه اللحظه لن يتم دعوته الى البيت الابيض، يعني هو هيروح يلقي كلمه في الكونجرس ولن يزور البيت الابيض. وده خلاف من يعني خلاف قديم، يعني المشكله في غزه جعلت هناك تجاوز وهناك حديث بين نتنياهو وبايدن، لكن يعني زياره نتنياهو للكونجرس ده بيته الحقيقه، ده ملعبهم الكبير. لأنه الدعوة موجهة من أهم أربع أشخاص بيتحكموا في أمريكا: رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس الكتلة الديمقراطية، رئيس الكتلة الديمقراطية، بخطاب مكتوب ممضي من الأربعة بدعوته للحديث أمام الكونجرس. في جزء في الموضوع أنه أنا أعتقد أن هناك لعبة انتخابية أمريكية، يعني حتى الخطة الموضوعة للسلام من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن من كام يوم، أعتقد أنه يعني هي حق يراد بها باطل. يعني هو يريد شراء وقت، الانتخابات الأمريكية ستكون في 5 نوفمبر القادم، نحن نتحدث عن 5 شهور. المعركة الانتخابية الأمريكية ستكون حامية الوطيس خلال الأشهر، يعني الشهر أو الشهرين القادمين. وبالتالي الكونجرس وجه الدعوة نتنياهو، لكن توقيت الدعوة مش مذكور. هم قالوا ممكن تكون قبل أجازة الكونجرس أو بعد أجازة الكونجرس. الكونجرس يأخذ 5 أسابيع، تبدأ في الأول من أغسطس، نحن أمام شهرين الآن حتى هذه العطلة. ماذا لو لم يأتي نتنياهو للحديث عن الكونجرس خلال هذه الشهرين؟ نحن نتحدث أن الموضوع هيبقى في النص الثاني من شهر سبتمبر، نحن أمام يعني 3 شهور ونص. وأعتقد أنه لو الموضوع دخل سبتمبر هتكون أمريكا مشغولة بالمعركة الانتخابية، وعندنا قصص ترامب التي لا تنتهي، وعندنا مآزق الديمقراطيين والأزمة الاقتصادية
في أمريكا والإنفليشن وأجزاء كثيرة جدا. فأنا بعتقد أنه هذه لعبة انتخابية لشراء الوقت. نتنياهو حتى ردا على المقترح الأمريكي للسلام هو قال أنه ما عندوش مشكلة موافق لكن بشرط القضاء على حماس. طب احنا المشكلة الأساسية في الموضوع هو حماس ووجود حماس وهل ستستمر إسرائيل في اجتياح منطقة رفح وهكذا. فهذه لعبة أعتقد أنها يعني كما المرجحة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية لشراء الوقت حتى تمر المسألة الانتخابية أو تمر الانتخابات الأمريكية. هل يقدر نتنياهو يكمل كل هذه المدة عسكريا؟ يعني هل يقدر يتحمل هذه الحرب حتى نوفمبر القادم؟ مش هقول نوفمبر، على رأيك حتى 1 أغسطس؟ لأنه بعد 1 أغسطس من الوارد أنه لا يحصل على أي دعم أو تمويل، لأنه هيبقى الكونجرس أجازة. والله هو المشكلة الكبيرة في مسألة التمويل هو الكونجرس الأمريكي. كل القرارات حتى التي يطرحها الرئيس الأمريكي أو صفقة السلاح الذي يريد إرساله لإسرائيل أو حتى السلاح الذي يقر وزير الخارجية الأمريكي لازم يمر عبر الكونجرس. والكونجرس الأمريكي يبدو أنه يوافق بشكل أعمى. هناك المليارات أرسلت لإسرائيل، هناك الأطنان من القنابل والأسلحة أرسلت أيضا لإسرائيل، والكونجرس ليس لديه مانع على الإطلاق في الاستمرار بهذه الوتيرة. الرئيس الأمريكي يتحدث أنه قد نستخدم السلاح الأمريكي، قد نوصل بعض السلاح الأمريكي، لكن الحقيقة من يقرر في هذه المسألة هو الكونجرس الأمريكي. ونتنياهو عنده دعوة من أهم 4 أشخاص يديرون السياسة العالمية، حتى لأنه أمريكا هي شرطي العالم وهي اللاعب الرئيسي في العالم وهي المتحكم يعني هي أمريكا، قوة أمريكا العسكرية تعادل 10 قوى التي تليها مجتمعة في العالم. ضعف في هذا روسيا والصين وألمانيا، كل القوى أمريكا لوحدها بتعادل 10 قوى التي تليها. نتنياهو ردا على سؤالك يقدر يكمل ولا لا، يقدر يكمل بالكونجرس منفردا بدون حتى موافقة الرئيس الأمريكي، لأنه طلباته بترسل مباشرة للخارجية الأمريكية، والخارجية الأمريكية تمر بهذه القرارات عبر الكونجرس، والكونجرس بشقيه الحقيقة الديمقراطي والجمهوري بشكل أعمى بيمرروا كل ما تريد إسرائيل. أخذين في الاعتبار أنه إسرائيل نفسها كدولة هي مشروع أمريكي في الأساس وليست مشروع إسرائيلي، هذا كان مقترح بريطاني تسلمته الولايات المتحدة الأمريكية، وموجودة إسرائيل وقائمة بشكل أساسي على أو استنادا على الولايات المتحدة الأمريكية. من يقول عكس ذلك هو لا يفهم جيدا ماذا يحدث في هذه النقطة. يعني فبقاء إسرائيل أو وجود إسرائيل هو مشروع أمريكي في الأساس وليس مشروع إسرائيلي كما تخيل البعض. طيب يجي هنا سؤال أخير إذا أذنت لي، وهو متعلق بالرأي العام الأمريكي، التظاهر الطلابي وأصبح ملء السمع والبصر في زي ما يتقال في الليدينج يونيفرسيتيز، كله بيتظاهر ضد هذه الحرب ولأجل إيقاف هذا العدوان. هل الكونجرس الأمريكي وهل بنيامين نتنياهو مستعدين لمواجهة الطلبة الأمريكان في حال وصول نتنياهو إلى واشنطن؟ طيب هو ده سؤال مهم جدا. اللي حصل أنه في الأسبوعين الماضيين نحن نسمع عن مظاهرات في الجامعات الأمريكية، لأنه الجامعات الأمريكية كلها في عطلة بدأت من أسبوعين وحتى سبتمبر القادم، فهناك استراحة محارب للطلبة في أمريكا لأنهم في أجازة. يعني هم أمريكا كل الجامعات يأتي الطلاب من جميع الولايات، وبالتالي يعني انتشروا في مسقط رأسهم كل على حدة، فالخوف من الجامعات هذا التوقيت ليس له محل من الإعراب. قد تكون مشكلة كبرى إذا استمرت الحرب وعاد الطلاب إلى الجامعات في أوائل سبتمبر، نحن نتحدث عن 3 أشهر من الآن، قد يكون الأمر مختلف وقد تكون هناك ضغوطا أكبر على الانتخابات الأمريكية بسبب ما يحدث في غزة وهكذا. حتى في ظل أجازة الجامعات من عندي المظاهرات اللي كانت عند متحف بروكلين في نيويورك، وبالتالي النشاط من الوارد أنه يحصل ولو أنه عن طريق حتى السوشيال ميديا، يعني الاتفاق الضمني ده جزء مهم. لكن هذه المظاهرات التي يتم الدعوة لها سواء في واشنطن أو في نيويورك أو في ولايات أخرى تتم فقط في عطلة نهاية الأسبوع ويوم السبت بالتحديد،
وينفض كل إلى يعني من حيث جاء. لكن خطورة الجامعات الأمريكية أن الطلبة يسكنون في هذه الجامعات وتستمر، يعني حصل قبل كده أنهم استمروا لأسبوعين أو ثلاث أسابيع وبنوا خيام وهكذا، لأن هناك ما يعرف بالدورم أو المدن الجامعية للطلاب في محيط الجامعات، وهنا يكمن الخطر. لكن هذا لم يعد موجود. لكن بالإجابة على سؤالك، 60% من الشباب في أمريكا يريدون إنهاء الحرب في غزة بأي ثمن، وده رقم كبير الحقيقة. لكن حركة التاريخ قد تكون بطيئة جدا إذا خدنا في الاعتبار أن الشباب في أمريكا يريدون حل الأزمة وإنهاء الحرب على غزة وهكذا، لكن نحتاج إلى عقود زمن حتى تنضج هذه الأفكار في الكونجرس أو في الحكومة الأمريكية، وهنا تنقلب ينقلب السحر على سحر. لكن هذا موضوع قد يأخذ عشرات السنوات يعني، ونحن نتمنى أن تكون الحرب في أسرع وقت. والله يا عمرو أنا أتمنى أن الواحد يبقى موجود في واشنطن في وقت زيارة هذا المتعوس خائب الرجا وهو جاي الكونجرس، فرصة نبقى قاعدين سوا عمالين بنتفرج على الجلسة ونحلل سويا. أنا بشكرك جدا 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 الزميل العزيز، ربنا يخليك، ألف شكر يا أستاذ عمرو جوهر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، محدثنا من واشنطن العاصمة واشنطن دي سي.